السلام عليكم، معكم نجيب السرتي صاحب وكالة إمام السياحة برشيد. حنا كنظمو مرحلات دينية بالمناسبة ديال العمرة والحج ومرحلات أخرى سياحية من بينها تركيا ومصر يعني، وتا الرحلات الداخلية مثلا مرثوكة شفشاونة قصور، يعني كاع الحاجة اللي تابعة السياحة. وبالنسبة للعمرة هاد السنة استثنائية درنا عرض خاص هذا باش يكون عندنا واحد، رغم احنا عندنا قابلية في الوكالة ديالنا لأنه محبوبة، يعني محبوبة بالنسبة للوكالة ديالنا، محبوبة بالنسبة للناس، وعندنا إقبال إن شاء الله هاد السنة ونتمنى يكون خير. احنا بالنسبة لنا كرئيس جمعية أولا كيكون عندنا تنسيق مع الناس، وتكون عندنا تجربة لأنه كان لنا الاحتكاك مع الناس، كتكون عندك واحد القابلية وتكون عندك معرفة كافية باش تسير الوكالة، لأن الوكالة ماشي صعيبة باش ماشي سهلة باش تسيرها، لأن الوكالة عندها تيار لي كلوز ديالها، خصك تولي نورم، خصك تمشي معاهم باش ترضي المعتمرين والحجاج، وتكون انت في المستوى الراقي باش تكون انت عندك حتى قيمه في العمل ديالك. هادشي اللي كاين. وبالنسبه لينا حنا راه كنجتهدوا، وبالنسبه للمؤطرين اللي معنا والناس اللي كيشتغلوا في هذه الوكاله كلهم مؤهلين وعندهم صفه طيبه، وما كاين الا كلمه الحق وشي حاجه اللي معقوله، والميدان امام الجميع. سرتي شفنا واحد العرض اللي دايرينو ديال عمرة رمضان لسنة 2025 اللي هو عرض ديال 21,000 درهم وفيها 50 يوم، ممكن تكلمنا على هذا العرض هذا؟ بالنسبة للعرض اللي دايرين شوية ثمن شوية ناقص، لأنه حنا كن عرفت مدينة برشيد سطات بن حمد الكارة والنواحي يعني والدار البيضاء وداكشي، وأخص المنطقة اللي حنا كنتواجدوا فيها كل منطقة فلاحية كتعرف إلا ما كانش الفلاحة ولا ما كانش شي حاجة كيكون شوية القضية ناقصة، حاولنا نقصوا شوية في الثمن، ما نكسبوش بزاف ونديو الناس باش نرضيو الساكنة ديالنا اللي ساكنة برشيد. إذن هذا العرض ديال 21 درهم اللي فيها 50 يوم، البرنامج ديالها هو تذكرة طائرة ذهبا وإيابا، تكاليف التأشيرة، السكن في الفندق مكة والمدينة، تنقل داخل السعودية من وإلى المطار ومن مكة إلى المدينة، التعطير الديني والتقني، هذا الشيء اللي كاين. هذا الشيء اللي كاين، وكاين إضافة أخرى، كاين مزارات اللي هما غيكونوا المزارات في هذا، ونشوفوا تتحف أخرين، يعني كاع الحاجة اللي خصها تتشاف نشوفوها. هادشي اللي كاين، ويكون تقطيع ديني في المستوى الراقي باش لانه هو برنامج ديني خصو يكون داخل النظام الديني، ماشي نديو الناس ونحكاو ونحطوهم ونلوحوهم فهمتي، حنا خصنا نمشيو ونكونوا حنا واجدين، حنا دائما في الفندق عندنا المؤطرين جالسين في الفندق، اي مشكله ولا اي هذا حنا واجدين، سواء مشكله خايبة حنا جالسين، زينة حنا جالسين، يعني كاين الوجود في رباطورة هما اللي فاسدين هاد الوكالة، تما جميع الوكالات مزيانين، لي رباطور أنا بغيت نصلح الكلمة، لأنه لي رباطور خارجين على الناس وجايبين صورة سيئة على الوكالة، كاين حاجة يشد الناس ياخذ الفلوس كاين كيدير، أنا ياخذ الفلوس وكلشي وكيخرج هادو الدنيا هاني حيت ما عندو حتى توابع، والوكالات راهم واخدين نظرة خيبة. إي والله يكمل بخير السي نجيب، كنشكروك. إذا اللي بغى يتصل بوكالة إيمان للأسفار فهي كتواجد بجزيرة الربيع، إقامة الفتح قرب مسجد النور ومدرسة المهاجر برشيد. رقم الهاتف ديالها غادي يكون على الفيديو اللي هو 0522 03 90 45، أعيد 0522 03 90 45.